السلام عليكم، وياكم خالد الجابري من برنامج إنكريبتو، دليلك الذكي لعالم الاقتصاد الرقمي. وكلمكم اليوم من متحف المستقبل، المبنى الأجمل على الأرض، واللي يدعوكم لاستكشاف آفاق مستقبلية. في حلقة اليوم راح أخذكم في رحلة إلى عالم الميتافيرس، هالكلمة اللي صرنا نسمعها دوم يوم نتكلم عن الاقتصاد الرقمي. بنحاول خلال الحلقة الإجابة على أسئلة مثل ما هو الميتافيرس، شو فايته الألعاب والترفيه، كيف بإمكاني الدخول لهالعالم، والأهم كيف يمكن أستثمر وأكسب من الميتافيرس. بداية خلونا نسأل الناس شو فاهمين عن الميتافيرس. الميتافيرس زي مارفل، يعني many words combined interlocked. لا مش سامع عن الميتافيرس. هي عبارة عن فينا نقول عالم إلكتروني، فكل شيء بتشوفيه هون بتطلع الإلكتروني فيك، صار فينا الواحد يتسوق، صرنا بعالم تاني. لا ما سمعت فيه أبدا. يعني عوالم مختلفة بتتلاقى. لا والله مو سامع بالميتافيرس. ميتافيرس لا والله، اللي هي الفيسبوك يمكن. صور أخرى لعالمنا، إحنا عالم وفي صورة يعني مقابلة لعالمنا، وكثير صور كثير، يعني اختلاف. مش سامع عنها. لا صراحة ما بعرف. مالك شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ أعتقد يمكن حولها أو دمج فيسبوك مع شركة تانية. أي نعم سامع بالميتافيرس، وسامع عن مخططات حكومة دبي والحكومة الرقمية إن شاء الله، وراح يوفرون إن شاء الله وظائف عن طريق الميتافيرس، وإن شاء الله كل التوفيق لحكومتنا. لا ما بعرف. مش سامع عن ميتافيرس. حقيقة شو يعني ميتافيرس؟ ميتافيرس شو تعني هالكلمة؟ يوم رجعنا للقاموس وجدنا أنها مقسمة لجزئين، ميتا ما وراء، وفيرس وتعني الكون. ميتافيرس يعني ما وراء الكون الحالي اللي بنعيشه. بعد المصطلح مش مفهوم صح؟ يعني ببساطة عالم افتراضي على الانترنت انت اللي بتساهم في صناعته بنفسك. هالمصطلح تم تداوله مؤخرا في اكتوبر 2021 يوم اعلن مارك زوكربيرغ عن تغيير اسم شركته المالكة لمنصات فيسبوك واتساب وانستغرام الى ميتا، واطلق مشروعه للميتافيرس. لكن لو رجعنا شوي للوراء سنجد أن مصطلح الميتافيرس تم ذكره أول مرة عام 1992 يوم نشر الكاتب الأمريكي نيل ستيفنسون روايته سنو كراش، اللي تخيل فيها عالم رقمي موازي وهو الميتافيرس، يتفاعل فيه البشر مع بعضهم من خلال الأفاتار. بس لحظة شوي، طب شو يعني أفاتار؟ الأفاتار هو صورة رمزية تقوم بتصميمها بالشكل والملابس والإكسسوارات اللي تحبها، بحيث تعبر عن شخصيتك في الميتافيرس مثل ما هو موجود في تطبيقات معروفة مثل السناب شات والإنستغرام. طب شو اللي صار بين الرواية عام 1992 واليوم؟ كيف وصلنا للميتافيرس اليوم؟ البداية كانت بتقنيات كنا نسمع عنها وجربناها في آخر 10 سنوات مثل الواقع المعزز الـ AR الـ Augmented Reality، والواقع الافتراضي الـ VR الـ Virtual Reality. فمثلاً تقنية الواقع المعزز الـ AR تستخدم اللي تشوف عيونك الآن وتضيف عليها أجسام أو أوبجكت، يتم ذلك من خلال برنامج يقوم باستخدام كاميرا لتحليل الصورة أو الواقع أمامك، وبعدين يقوم برسم صورة فوق الكاميرا فيطلع لك أشياء مثل لعبة بوكيمون جو اللي كانت إيراداتها في 2016 حوالي $1 مليار. وبعد تطور الميتافيرس من تقنية الواقع الافتراضي الـ VR اللي تعتمد على خلق بيئات افتراضية محاكية تماماً للعالم الحقيقي، بحيث يحاط المستخدم ببيئة ثلاثية الأبعاد 3D تظهر بشكل واقعي ومقنع تماماً، تجعل المستخدم يقوم بتصرف مشابه لنفس التصرف اللي سيقوم به في الحقيقة. لو سمحتوا بدخل الحين الميتافيرس وبرد. لا مش بهالسهولة. الميتافيرس كما في الـ AR والـ VR يحتاج إلى أدوات مثل نظرات الواقع الافتراضي وقفازات اللمس لكي تشعر بالأشياء داخل هالعالم وكأنك في الحقيقة، بالإضافة إلى خدمة إنترنت جيدة. لكن هناك 3 أمور تميز الميتافيرس عن الواقع الافتراضي الـ VR والواقع المعزز الـ AR. أول فرق في الميتافيرس، أنت مو مجرد مستقبل اللي هو متاح من عوالم افتراضية،
الميتافيرس منصة مفتوحة ولك الحق أنك تكون شريك في تعديل أو صناعة محتوى جديد سواء بمفردك أو بمشاركة الآخرين. ثاني فرق، يمكنك أن تكسب المال أو مميزات متنوعة أخرى حين تصنع أو تشارك الآخرين في صناعة المحتوى. ثالث فرق، الميتافيرس مو بعالم واحد منفصل بل عوالم متعددة، فحتى يكون الناس أكثر ارتباط بعوالم الميتافيرس يتم حالياً تصميم برنامج للسماح بالتقاطع بين العوالم المختلفة. حقيقة الميتافيرس موضوع كبير شاغل اهتمام قطاعات مختلفة من المجتمع، فمثلاً الشباب شايفين الميتافيرس لغة الحاضر والمستقبل، ففي استطلاع رأي أعلن عنه المنتدى الاقتصادي العالمي وشارك فيه أكثر من 21 ألف شاب على مستوى العالم، تبين أن 52% من البالغين في 29 دولة على دراية بالميتافيرس وينظرون إليه بشكل إيجابي أكثر من غيرهم. ومثل ما الشباب والمراهقين سعداء بالميتافيرس، على الطرف الآخر الآباء متخوفين من هذا العالم، خاصة من ترك الأطفال والمراهقين بلا رقيب، وهو اللي ألهم كتاب مسلسل بلاك ميرور أنهم ينسجوا قصص درامية حول تأثير العالم الافتراضي على الواقع. طيب، بعيداً عن أجواء الدراما، شو رأي خبراء التكنولوجيا؟ خبراء التكنولوجيا يتوقعون أن الميتافيرس راح يغير فهمنا وطريقة استخدامنا لكافة الشبكات الرقمية. نقدر نقول أن الميتافيرس بيحول الإنترنت لبيئة ثلاثية الأبعاد 3D، وبدل ما كان المستخدم ينظر للعالم من خلال شاشة الكمبيوتر أو الموبايل، في الميتافيرس المستخدم بيدخل لها العالم علشان يشارك ويضيف ويتفاعل مع كل ما يحيط به. ولأن هناك مشروعات لا حصر لها في الميتافيرس، فهالأمر أتاح فرص لأنشطة كثيرة مثل السياحة والألعاب وحضور الحفلات والمؤتمرات والتعلم والتسوق الإلكتروني. وهالأمر دفع كبرى الشركات مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت أنها تطور أنشطتها وتدخل وتستثمر في الميتافيرس وبقوة. رغم كل تلك المميزات، هناك بعض التخوفات والأسئلة الكثيرة حول الميتافيرس، والجامعات هي من المؤسسات اللي تحاول الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. لهذا توجهنا إلى الجامعة الأمريكية في دبي. هلا قل لي إذا ظابطة ولا بدها تغيير. أوكي، منيح. طلع ليفت رايت، تأكد إذا إيديك، حط إيديك لقدام تشوف إذا الإيدين بيسكروا. أوكي، هيدا هو الأفاتار تبعه. واو، أول ما دخلت حسيت إنها لعبة، بس بعد يعني زاد الفضول عندي أعرف أماكن ثانية، أروح أماكن ثانية، بس بعد شوي يمكن إنها أول مرة أدخل حسيت بدوخة. مرحبا، نحن بالعالم الافتراضي اللي اسمه سنسار. هون مثلاً هو اللوبي تبع سنسار، مثل ما شايف الخيال ما له حدود، ففيك تخلق شو ما بدك، وبهيدا السبيس اللي عم تخلقه أو المحل اللي عم تخلقه أو المكان اللي عم تخلقه فيك تجمع كل العالم يجوا عليه ويختبروه، مثل صفوف أونلاين، مثل اجتماعات أونلاين بالأبعاد الثلاثية. فيك تعمل مثل تخلق worlds مش موجودة بالحقيقة. اليوم عملياً كيف ممكن ندخل الميتافيرس؟ شو الخيارات في الدخول للميتافيرس؟ هلأ هذا السؤال كثير مهم، لأنه الميتافيرس أول شيء تقدر تدخل عليه بدك تخلق أفاتار. كل واقع افتراضي معين أو كل virtual reality معين، virtual world sorry معين، عنده الأفاتار سيستم تتخلق عليه. يعني إذا أنت بدك تروح من سيستم لسيستم ما فيك. بدك تخلق أفاتار ب virtual world X، تخلق أفاتار ب virtual world Y، وكلهم بده يكونوا مختلفين وما بيقدروا يروحوا من محل لمحل. فأنت تقدر تفوت على عالم معين بدك تخلق الأفاتار تبعك، مثل ما أنت لما تفتح بروفايل معين على الإنترنت، مثلا فيسبوك أكاونت and so forth. so نفس الشيء، بدك تخلق أفاتار تقدر تفوت على هيدا العالم. هلأ في تقنيات مختلفة فيك تدخل فيها على الميتافيرس. فيكون تقنية مسطحة يلي هي non-immersive، يعني من خلال التابلت، من خلال السمارت فون، من خلال شاشة الكمبيوتر. وفيك تدخل على الميتافيرس من تقنية الغامرة يلي هي الإمرسيف، يلي هي الـ AR أو الـ VR. تستخدم فيها الـ Head Mounted Display أكيد، وفي من خلالها أكيد تفوت بطريقة غامرة. يعني عندكم مختبر الطلاب ممكن يدخلونه؟ صح، ويدخلون في الميتافيرس. صح، نحن بالجامعة الأمريكية بدبي بنجرب قد ما فينا نعلم الطلاب كيف يقدروا يشتغلوا بالواقع الافتراضي بطريقة غامرة يلي هي إمرسيف. الإمرسيف بتخلي الواحد يقدر يكون جوة الواقع الافتراضي ويشتغل بالواقع الافتراضي للواقع الافتراضي.
نحن هون مثلا بتشوف بالسنتر فور ريسيرش انوفيشن ديزاين نحن عملنا تقنيه معينه للواقع الافتراضي. هن والطلاب بهيدا السنتر بيقدروا يكونوا وين ما بدهم يمشوا وين ما بدهم يكونوا ريفلكتد بالواقع الافتراضي. يعني مثلا عندنا صف الطلاب بيقعدوا هون بيشتغلوا بيكونوا كلهم مع بعض بالواقع الافتراضي الصف الافتراضي وبيقدروا يشتغلوا مع بعض مثلا يعملوا مجسمات حتى يشتغلوا على هندسه معينه ويكونوا عم يشتغلوا وحدهم او يشتغلوا مع بعض. شو الفوائد بالنسبه للميتافيرس وادماجها في العمليه التعليميه عندكم انتم هني في جامعه؟ هلا كثير مهم هيدا السؤال لانه بتعرف بالتاريخ الانسان كان دائما معود على المسطح. حتى الطريقه اللي بنعمل فيها الكوميونيكيشن يعني حتى اذا الطلاب بده يقرا بيقرا من الكتب بده يفهموا شغله بيفهموها على مسطح وذر صفحه ولا الكمبيوتر ولا السكرين. هيدي لاول مره بالتاريخ الانسانيه فيك انت تقدر تختبر الاشياء بالثلاثيه الابعاد. فقويتها انه انت بس تخلق شيء بالثلاثيه الابعاد في يكون المجسم واحد على واحد يعني كانه انت عمرته بالحقيقه بس هو بالواقع الافتراضي. فنحن سبيسيفيكلي بالهندسه اذا انت بدك تعمر ليتس سي فيلا سو انت فيك تعمر الفيلا بالواقع الافتراضي قبل ما تتعمر بالحقيقه والطلاب بس يعمروها بيقدر الكلاينت او المهندس او الانجينير او حيلا حدا يفوت ويشوفها قبل ما تتعمر ويغير اشياء هو بالواقع الافتراضي. هيدي كثير منيحه لانه نحن لما كنا نعلم من زمان كنا نعلم انه بده يرسموا اشياء على مسطح بده يجربوا يعملوا مجسمات بس اول مره بيقدروا يفوتوا على المجسم يصيروا هن جوا فيه ويقدروا يشتغلوا هن جوات المجسم او جوات الواقع اللي عم يخلقه. شو التوقعات الكبرى بالنسبه لك للميتافيرس المستقبل؟ اوكي هلا انا شخصيا متفائل لانه اكيد لانه الميتافيرس بعد ما انوجد وعم بيتم هلا عم بيتم حجر بيتعمر. انا بالنسبه لي في يكون كثير ايجابي لانه في يستعمل بطريقه كثير ايجابيه واكيد مثل حيلا شيء بيتم اختراعه بالحياه في يستعمل بطريقه ايجابيه وفي يستعمل بطريقه سلبيه. هلا الطريقه الايجابيه هي انه بيخول هالسلسله وصل للعالم كله بهيدا الميتافيرس. يعني انت وين ما كنت بالعالم عم تتخطى التايم اند سبيس يعني في الواحد وين ما كان بحيلا مكان بالعالم بيقدر يفوت على هذا الواقع ويعمل تواصل مع الاخر. وفي يكون انت مثلا فيك تعمر اشياء بالميتافيرس وتخلي غيرك اللي بغير بلد يجي ويختبرها وتكون انت وياه بنفس الوقت تقريب المسافات تقريب المسافات اكيد. المتابع خلال اخر 3 سنوات بيشوف ان الميتافيرس اصبح ترند عالمي. ليش بالذات في فترة الجائحة؟ هناك 3 امور تطورت في هالفترة. اولا بسبب الجائحة وجلوس الناس اكثر في بيوتها وتوجهها لقضاء وقتها في الالعاب الالكترونية استطاعت شركات مثل ميتا وامازون وروبلكس وفورتنايت انها تطور من تقنياتها وتدخل عالم الميتافيرس. فزاد الاهتمام والاستخدام من هالشركات الى عالم الميتافيرس. ثانيا كثير من القطاعات بدأت تستخدم تقنية الميتافيرس حتى أن بعض الحفلات الموسيقية الكبرى دخلت في هالسباق ويعتبر أكبر حفل موسيقي تم في العالم في الميتافيرس وحضر أكثر من 12 مليون مشترك هو الترافيس سكوت. وحفل الدي جي مارشميلو مع فورتنايت في فبراير 2019 واللي جذب أكثر من 10 مليون شخص خلال هذا الحفل. ثالثاً أن بعض الناس أصبحوا مبدعين في الاستفادة من الميتافيرس. شهدنا أول حفل زفاف في عالم الميتافيرس في الإمارات. على فكرة هذا مثال حسي لاستخدام الميتافيرس بشكل مفيد. فالثنائي فلوريان إيجيتو من فرنسا وليز نونيز من باراغواي بعد انتقالهم للإقامة في الإمارات كان صعب عليهم أنهم يقيمون حفل زفافهم بحضور أهلهم وأصحابهم بسبب جائحة كورونا، لكن توافر تقنيات الميتافيرس ساعدهم على إقامة حفل الزفاف فعلياً على موقع ديسنترلاند. الطريف في الأمر أن خواتم الحفل كانت NFT أو الرموز الغير قابلة للاستبدال. هذا موضوع بنتكلم عنه في حلقة قادمة. بالمناسبة الحفل كان في نادي افتراضي على نفس الموقع اللي ذكرناه وهذا مجرد فكرة عن تعدد وسائل الاستثمار بالميتافيرس. هل التطورات اللي صارت خلال الجائحة خلت الشركات تساهم وتطور عالم الميتافيرس؟ وبقولكم عن 3 مبادرات أو إنجازات معروفة في عالم الميتافيرس. أولاً استثمرت فيسبوك أو ميتا 10 مليار دولار في تطوير الأجهزة والبرامج اللي بيتم استخدامها لتوفير إمكانات الواقع الافتراضي الـ VR داخل الميتافيرس. ثانياً
استثمرت شركة جوجل 40 مليون دولار في صندوق الأسهم الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالميتافيرس. أما ثالثاً، جذبت روبلكس واحدة من أكبر الشركات الرائدة في الميتافيرس 43 مليون مستخدم بشكل يومي وأكثر من 202 مليون مستخدم شهرياً خلال عام 2022. نواصل بعد الفاصل، خليكم ويانا. مرحبا فيكم مرة ثانية. مثل ما تكلمنا قبل الفاصل، الميتافيرس مصطلح ظهر في رواية خيال علمي عام 1992. في السنوات الأخيرة تحول الخيال إلى حقيقة، وتحول المصطلح من روايات وحديث في مجلات الخوارق إلى واقع ملموس يشارك في نموه الأفراد والشركات والحكومات. مثل ما لاحظنا، للكثيرين ما زال المصطلح جديد، لكن خلونا نروح للبعض الآخر. أنا سمع الميتافيرس، والميتافيرس عالم افتراضي. The metaverse is a three-dimensional world. It's an experience where in virtual reality we get to experience different spaces. الميتافيرس هو عبارة بيكون عن عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد. بنكون بيكون يعني شخص بيكون بنفس العالم، بيكون عالم وهمي بس بتتواصلوا مع بعض، بتحكوا مع بعض. هو عالم كتير حلو لأنه فينا نعمل كتير إشياء فيها، وفي شركات كتير من عالمنا نحن هلأ الحقيقي صاروا عم بيحطوا غراضهم هونيك. And we get to get the real life physical experience of experiencing different buildings and different ideas. أنا بحب العقارات كتير، وبعرف إنه بالميتافيرس فيك تشتري عقارات افتراضية مثل أراضي وتبيعها وتجري فيها مثلاً. أنا تجربتي كانت حلوة لأنه بالجامعة قدرت أني أبني بناء لينحط بالميتافيرس، وكان فيني فوت جواته واكتشف شو صاير. Also I think the technology is moving forward, so in the future we'll be definitely relying on the VR as a source where people can work on art and digital ideas. طيب ممكن تقول لي يا خالد، أنا دخلت الميتافيرس بس كيف ممكن أستفيد وأحقق دخل في هالمواقع؟ بشكل عام في أربع مجالات ممكن تستثمر فيها عبر الميتافيرس. أولاً الاستثمار في عملات الميتافيرس مثل مانا وساند وإي إنجي، وهي من أشهر العملات المتداولة في مشاريع الميتافيرس واللي بتعتمد على تقنية البلوكتشين. ثانياً الاستثمار في أسهم شركات الميتافيرس مثل ميتا وروبلوكس، وهي كلها مدرجة في البورصات العالمية. الجميل في الأمر أنه ممكن تتابع مؤشرات محددة لاختيار الشركة اللي ودك تستثمر فيها مثل حجم المبيعات أو البحوث اللي يقومون فيها في نظارات الواقع الافتراضي الـ VR أو صناعة القفازات أو حتى شبكات الاتصال وتطبيقات ثلاثية الأبعاد. أما الطريقة الثالثة فهي الاستثمار بصناديق الاستثمار المتداولة الـ ETFs اللي تشمل مشاريع الميتافيرس. المعروف طبعاً أن صناديق الاستثمار عائدها بسيط ولكنها مضمونة نسبياً، أما الأسهم فعائدها متغير وغير مستقر حسب حالة السوق. والطريقة الرابعة للاستفادة من الميتافيرس هي الاستثمار في الأراضي والعقارات. أنت تعرف أن بإمكانك شراء أراضي وعقارات في الميتافيرس، لكن المدهش في الأمر أن مبيعات العقارات في الميتافيرس تجاوزت 500 مليون دولار عام 2021. ممكن حد يسألني شو بستفيد لما يكون عندي أرض على الميتافيرس؟ وأنا بنقل لكم آراء الخبراء المتحمسين والمتفائلين اللي بيقول لك تقدر تبني بيزنس خاص فيك، تبني بيتك والناس تزورك، تنشئ شركتك الخاصة أو قاعة السينما اللي تسمح فيها بدخول الناس إليها، أو تنظم إيفنت والناس تحضرها، أو حتى تقوم بتأجير المكان لشخص آخر. السؤال الآن، كيف تتعامل الحكومات مع الميتافيرس وشو تجاربها في مجال الميتافيرس؟ هذا ما سنناقشه في اللقاء التالي مع ضيفنا الكريم. مرحبا أبو محمد. مرحبا أخوي خالد، حالك؟ حياك الله. الله يحييك. ما هي تجربة الوزارة مع الميتافيرس؟ الوزارة ما بدأت تجربتها في ديجيتاليزيشن مع الميتافيرس على طول. الوزارة لها سنين وهي يعني مثل تقول تحول خدماتها لخدمات رقمية. لين ما نحن نفتخر في الوزارة أن
حولنا 100% من خدماتنا إلى خدمات رقمية، وهاي كانت أول خطوة نحن سويناها أن نجهز نفسنا لندخل عالم الميتافيرس. بعدها طبعاً كان في لنا تجارب في الوزارة أن نسوي مشاريع صغيرة في الميتافيرس، ومنها كان إنفستوبيا. أطلقنا أول قمة اقتصادية في العالم في الميتافيرس، وكان فيها مؤتمر صحفي اقتصادي الأول من نوعه في العالم. حضر الوزير بنفسه مع جهات صحفية وكذا، حضروا خلينا نقول مئات من الناس. هاي كانت البيلدينج بلوكس عندنا في الوزارة. بعدها انتقلنا مؤخراً في 28/9 أطلقنا عنواننا الثالث. مثل ما أنت عارف الوزارة عندها عنوان في أبوظبي وعنوان في دبي، ونفتخر أن أطلقنا عنواننا الثالث في الميتافيرس في مدار الأرض، واتفقنا أنه ما يكون على الأرض في الفضاء. فهاي هي عدة مبادرات. وطبعاً مثل ما تعرف أنت أطلاق الميتافيرس شيء، وتهيئة الناس سواء كانوا موظفين الوزارة أو العملاء خارج الوزارة، هذا كان من الخطوات اللي احنا خذناها في تثقيف الناس داخلياً وخارجياً. وخالد طبعاً أكيد الناس تتساءل إذا هالميتافيرس مال الوزارة شو يسوي، صح؟ أنا أقولهم يسوي نفس اللي مفروض الوزارة فيزيكلي تسويه. فأنت الفرق إن نحن بالميتافيرس سوينا شو ديسبليسمنت للوقت والمكان. فأنت تروم تدخل عنا على الميتافيرس وممكن تطلب إن حد يقابلك وان تو وان صوت، أو ممكن يكون وان تو وان يو شير يور سكرين، يعني تراوي شاشتك أو هو يراويك الشاشة، يشرح لك خطوات تسأل. وعندنا بعد سيرفيس كاتالوج في مكان في الميتافيرس، ممكن تدخل عليه وتبدأ تقرأ عن خدمات وتضغط يرجعك على موقع الوزارة تكمل خدمتك كأنك أنت جاي كنت على الخدمة مباشرة. في نفس الوقت الميتافيرس مال الوزارة نسوي فيه احتفالات، عندنا قاعات، عندنا كذا، والحمد لله احتفلنا باليوم الوطني 51 بعد في الميتافيرس، وأتوقع هذا سوى صدى كبير عندنا في المنطقة. يعني السؤال اللي يتبادر الآن في الذهن، مع هذه المبادرات اللي أطلقتها الحكومة وغيرها من الأمور اللي أطلقتها أيضا الوزارة، السؤال الرئيسي يكون ما هو دور الحكومة في التعامل مع الميتافيرس؟ شوف خلني أقول لك، الحكومة لها خيارين، يا تقود يا تنقاد. وأنا أتوقع حكومتنا على الجهة الاتحادية والجهات المحلية ما ترضى إلا أن تقود. فالحمد لله أبشرك مثال، مثل ما قلتنا قبل شوي الوزارة عندها مبادرات كثيرة وماشيين في مبادرات أكبر إن شاء الله. ولكن حتى نشوف على المحليات، عندنا مثلا حكومة دبي أطلقت الميتافيرس استراتيجي، وهي تمكن وجود هذا السوق، وهي أول استراتيجي تطلق على مستوى العالم. عندنا الشارجة أطلقت شيء اسمه شارجة فيرس، عندنا ديوا فيرس، عندنا ياس آيلاند ميتافيرس. فيراويك إن نحن في الإمارات بالعكس دائما نحن اللي نخلق المستقبل، نحن ما نرضى أن أحد يخلق لنا مستقبل نعيش فيه. الحكومات عندها فرص كبيرة لزيادة خدماتها بل ولتعزيز تواجدها الدولي في عالم الميتافيرس، والتسابق الآن في من يحقق أكبر تواجد استثمارات في هالعالم الافتراضي. الأمر مبشر بفرص لا نهائية لملايين البشر، ولكن يحتاج إلى حكمة في اتخاذ القرار. أخيراً ودي أقول نصيحتين. أول نصيحة، الميتافيرس عالم فيه الكثير من الفرص للتعلم والعمل والاستثمار، وبتغير من شكل بعض القطاعات مثل السياحة والترفيه والخدمات الحكومية. في ذات الوقت هناك عدة تحديات جديرة بالذكر، مثل مخاطر فيما يتعلق بحماية الأطفال والمراهقين من الاستخدام الزائد للتكنولوجيا وآثارها السلبية على الصحة النفسية والجسدية. أما النصيحة الثانية، أن الميتافيرس صناعة مبشرة وجذابة لكثير من الدول والشركات، لكن مستقبلها ما زال غير واضح 100%. لهذا الحذر الحذر من الشركات والأشخاص اللي ما يملكون مصداقية في هالعالم، ومن المهم أن تتأكد مع من تتعامل حتى ما تتعرض بياناتك الشخصية للاختراق. وصلنا لنهاية حلقتنا لها اليوم، وكنا مع بعض في رحلة بعالم الميتافيرس. بنشوفكم الحلقة الجاية في رحلة جديدة نفك أسرارها مع بعض